طيب إن شاء الله النهاردة هنرجع نكمل الكورس بتاعنا مرة تانية. لو انتوا فاكرين كويس، احنا كنا بدأنا في موضوع النتورك سيرفيسز، خلاص. اعتقد كنا اتكلمنا عن الاباتشي، واتكلمنا على الاف تي بي والدي اتش سي بي، اتكلمنا على بعض البيزك سيرفيسز مش كلها كمان، واتكلمنا يعني ما فتحناش الموضوع قوي، وما حاولناش نكبر الموضوع بشكل زيادة عن اللزوم. اتكلمنا بس على الاساسيات، الاساسيات يعني الحاجات اللي ما ينفعش ما تكونش عارفها، خلاص. هنبدأ نتكلم على اتنين سيرفيسز مهمين جدا 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 بالنسبه لك لما تكون شغال. الموضوع الاولاني اللي هو الدي ان اس، الموضوع الثاني الميل سيرفر. هحاول كده ان شاء الله لو في وقت كده على السريع هديكوا اي سوليوشن يكون جاهز، يعني بعد مجرد ما اخلص الموضوعين دول هوريكوا سوليوشنز جاهزه ممكن تعمل لها ديبلوي عندك في اي شركه لو انت شغال في شركه ولا حاجه، بحيث ان الدنيا تبقى عندك سريعه وايه وبسيطه يعني، خلاص، حاجه تعملها مانج بشكل سريع وفي نفس الوقت ما تاثرش معاك وما تعملكش مشاكل. طيب اللي انا عايزه منكم بقى ان اللي احنا خدناه قبل كده الناس تكون مذاكراه، يعني انا مش عايز منك اي اختراع غير ان انت تكون ذاكرت بس الحاجات اللي احنا خدناها. بصراحه عشان ما اكونش كداب معاكم، انا مش فاكر اصلا احنا كنا واقفين فين، خلاص. فمعلش بس يا حمدي لو ممكن تشير الحاجات اللي انت كنت قلت حضرتها، المواضيع اللي احنا خدناها قبل كده في موضوع النتورك والسكيورتي. حلو، خدنا الاوثنتيكيشن الايبا، بيتهيألي كنا خدنا كمان الويندوز سيرفر، او ان انا جوين المكنه بتاع لينكس للدومين بتاع ويندوز سيرفر اعتقد. الاكسس كنترول ليست بالتراك الثاني اعتقد. الاي بي في 6 كنا اتكلمنا عنه بشكل سريع، اليام سيرفر خدناه، الدي اتش سي بي خدناه، ايه تاني، الايس كازي برضو خدناه كويس، الاف تي بي والان اف اس، الاباتشي. طيب خدنا السامبا ولا لسه ما خدناهاش؟ لا لسه، ممتاز ممتاز. طيب حلو، طيب خلونا كده نتكلم على السيكونس اللي احنا هنكمل بيه وهنمشي بيه ان شاء الله. خلونا كده نبدا بيه. تعال نتكلم على الدي ان اس، هنتكلم على باين دي ان اس، وهنتكلم على الميل سيرفيسز، هنتكلم على البوست فيكس، وهنتكلم على الدوف كوت. الاثنين دول كميل سيرفيس عندك. بمجرد ما نخلص الاثنين دول مش هسيبهم كده اقول انا خلصت البيزكس بتاعتهم وكده شكرا، لا، هحاول اديك تو سوليوشنز يكونوا جاهزين تمشي عليهم، خلاص. تعال نركز، لا بلاش دي ناس، بلاش اركز على دي ناس دلوقتي عشان ما اخربش بيتكم، لان انا عارف لو شديت فيه شويه الناس كلها هتقع مني. خلينا ناخد الدي ان اس الاول. الدي ان اس هديكم منه شويه اجزاء، واحده واحده كده. هنتكلم على الماستر، قبل الماستر كمان هنتكلم على الكاشينج اونلي نيم سيرفر، على الكاشينج اونلي نيم سيرفر. بعدها هنتكلم على الماستر سيرفر، بعد كده السليف، خلاص. واحنا شغالين مع الماستر والسليف هنتكلم على الفورورد لوك اب زونز والريفرس لوك اب. اعتقد يبقى الموضوع صعب جدا لو دخلت في الدي ان اس سيك دلوقتي. بلاش، خليها عشان ما اوقعكوش معايا في النص، خليها بقى لوحدها بعدين خالص بعد ما نخلص الموضوع دون ونخلص موضوع البي جي بي كمان، هديه لكم لما تفهموا موضوع البابليك كيز والبرايفت كيز الاول وتفهموه كويس قوي، ساعتها نقدر ايه نخش في موضوع الدي ان اس سيك. ماشي، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بعد ما اخلص الميل معاكم كمان، هديكم سوليوشنز جاهزه زي الايريد ميل مثلا، خلاص. وهديكم حاجه ثانيه زي اوبن فاير كتشات سيستم موجود ممكن تستخدمه، ماشي، عشان تعمل تشاتنج او فويس كولز او فيديو كونفرنس والحاجات ديت. ايه تاني؟ اعتقد دول يبقوا كفايه كتو امبلمنتيشنز، توريك ازاي الموضوع ممكن يبقى سهل من غير ما تصعب الدنيا قوي على نفسك. ماشي، دول حاجتين رئيسيتين عندنا. ممكن كمان انجن اكس ما تشرحش، هنحاول نظبطه كمان، خلاص، ده مهم جدا بالنسبه لي.
وليه انجن اكس؟ يعني لاسباب كتيره قوي، منها فيها المتعلق بالسرعه، فيها المتعلق بالسكيورتي وشويه حاجات كده. قبل ما اخش انا بقول لك كل الكلام ده قبل ما اخش للسكيورتي، فسيب موضوع البي كي اي. الصمبه احنا ناسينها كمان، الصمبه هشرحها كمان. خلاص كل ده قبل السكيورتي، كل ده بقيه السيرفيسز. ماشي. ممكن اديكوا، يعني ممكن اقول لك حاجه زي كيبا لايف دي عشان الهاي افيلابيليتي، لو انت عندك سيرفيس وعايز تعمل لها هاي افيلابيليتي. خلاص، ويبقى اعتقد جزء السيرفيسز خلصنا او غطينا جزء كبير جدا 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 منه، او على الاقل بيزكس البيزكس بتاعته. طبعا دي مش كل السيرفيس اللي في الدنيا يعني، بس على الاقل معظم الحاجات اللي موجوده، او معظم اللي انت هتقابله وتصطدم بيه في الحياه العمليه. ماشي. طيب بمجرد ما اخلص الجزء ده ونبدا في جزء السكيورتي عندنا. حلو. طيب مطلوب منك السيت اب بتاعك هيكون بسيط جدا زي المره اللي فاتت لو انت فاكر. احنا كده من النهارده هنكون محتاجين على الاقل سيرفرين زائد مكنه تيست منها. المكنه اللي هتست منها ممكن تكون ويندوز او ممكن تكون لينكس، مش فارقه. خلاص، يعني من اول المره الجايه، او ما نشتغل عملي المره الجايه ان شاء الله. محتاج منك سيرفرين. خلاص، مكانتين، تو فيرتشوال ماشينز هيشتغلوا كسيرفرز، ومكنه واحده هتشتغل كديسكتوب. ولازم يكون المكنه الديسكتوب لها يوزر انترفيس. اشتغلت ويندوز ما عنديش اي مشكله، اشتغلت لينكس او اوبونتو او ريد هات برضو ما عنديش اي مشكله. خلاص. طيب حد عنده اي مشكله في اي جزء من اللي فات؟ ها، حد عنده اي مشكله في اي جزء من اللي فات؟ لا عنده اي عقده نفسيه يرميها عليا، ما عنديش اي مشكله خالص ان انا اعيد اي حاجه بسرعه كده. بس انا ممكن ابراوز اللي احنا كنا وقفنا عنده. هخبي دي كده. تعالى كده نبص هنا على السريع. كان اخر حاجه اتكلمنا عليها الاباتشي سيرفر، كنا خدنا ماريا دي بي كمان، لا اعتقد على الاقل البيزكس بتاعتها. ماشي، ده شيء كويس. حلو. طيب ممتاز، يعني نبدا دي ان اس من الاول ان شاء الله. طيب ممتاز. ايه تاني يا سيدي اللي محتاج نعمله معاكم؟ كان في حد فيكم عمل جروب كده للناس اللي موجودين في الكورس، مش فاكر كان مين بصراحه. حد فاكر الموضوع ده؟ الله يفتح عليك. حلو، كويس ان انت موجود معانا. حلو. بما ان انت اللي عملت الجروب فانت هتلبس معانا في الموضوع ده، انت وحمدي. هحاول اديكوا تاسكات من وقت للتاني، يعني حاولوا كده تلاقوني كل يوم هديكوا تاسكات والناس تطبقها. خلاص. ماشي. طيب التاسكات اللي هديها للناس هديها في شكل سؤال، مثلا امبلمنت حاجه فلانيه، وعايز الناتج بتاعه يطلع لي في شكل ريبورت في السؤال والاجابه بتاعته وازاي طبقتها. خلاص، ولو في اي بري ريكويزيتس كانت المفروض تتعمل قبل ما تطبق الحاجه دي. بمعنى تاني، انا جيت مثلا طلبت منك النهارده وليكن امبلمنت الفيرتشوال هوست مع الاس اس ال. طالما في فيرتشوال هوست مع الاس اس ال، ده المفروض يكون كان في بري ريكويزيت اللي هو الاباتشي يكون موجود مثلا، وان المفروض كان يكون في اس اس ال سيرتيفيكت. خلاص، فانا عايز الكلام ده يطلع بشكل ريبورت. يعني اعتبر نفسك شغال في مكان مديرك طلب منك حاجه وطلعتها لي بالتفصيل الممل. في الريكويرمنت كذا، في جزء للريكويرمنت، في جزء انترودكشن الاول، جزء لا انا مش هديك اي ريبورت ولا اي حاجه، انت المفروض تعمله ايه؟ المفروض انت بقى تدور بقى، انت تشتغل بقى حاج ووريني الابداعات، هشوف الابداعات بتاعت الناس. خلاص، هتطلع لي الانترودكشن بتاعتك، الريكويرمنت،
البري ريكويزيت اللي انت عملتها، بعد كده الاوت كام المفروض الناتج بتاعك يبقى ايه، خلاص الامبلمنتيشن ستيبس، وبعد كده هتاخد لي سكرين شوتس كده حلوه او اوت بوت من الناتج بتاعك اللي انت طلعته عشان تثبت ان اللي انت عملته ده مظبوط 100%. ماشي. ها مش عارف مين اللي كان بيقول لي عايزين تاسكس نشتغل عليها، فالبسوا بقى يعني عيشوا حياتكم. ده من اول، مش من اول مره الجايه، من يعني من قبل ما نبدا. احنا السيشن الجايه بتاعتنا ان شاء الله هتكون يوم السبت، خلاص هنبدا نشتغل اول يوم السبت. بكره حد يلغيني او حد يكلمني كده هديكوا التاسك والناس تجهزها يوم السبت، تكون قبل ما تيجي تكون جاهزه معاها. كل واحد قبل ما يجي كده يكون شغال بالتاسك بتاعته ايه ومحضرها، خلاص. طيب نتكلم تاني في جزء المواعيد، نرجع تاني لايامنا ان شاء الله. نشتغل حد وثلاث واربعة. حد عنده مشكله في المواعيد دي؟ ها حد عنده مشكله في موضوع حد وثلاث واربعة؟ حلو خلاص، حد وثلاث واربعة نشتغل الساعه 7 بتوقيت بتوقيت الرياض ان شاء الله، او 6 بتوقيت القاهره يعني، خلاص. طيب ممتاز ماشي، ده اعتقد النهارده كده يعني ايه الحمد لله اتفقنا على الحاجات اللي هنعملها كمجرد بدايه بس. ان شاء الله اشوفكم يوم يوم السبت ايه نبدا نشتغل ان شاء الله عملي مره ثانيه. المفروض انا كانت في النيه بتاعتي اساسا النهارده يكون في شغل، بس للاسف مضطر ان انا اخرج لان في ميعاد عندنا لازم نخلصه ولازم يخلص قبل الساعه 7، فمضطر ان انا اخرج بعد نص ساعه من دلوقتي، يمكن اقل من نص ساعه كمان. يوم السبت بدايه الشغل بتاعنا، يوم السبت المره دي، بس يوم السبت عشان السبت اجازه وكده، وايه والدي ان اس محتاج شويه رغي في الاول، اول سيشن دي بتاع دي ان اس فيها شويه رغي ملوش اي لازمه يعني. ماشي، فاحنا المره دي هنشتغل سبت وهنشتغل حد كمان الاثنين. تمام طيب ممتاز، اشوفكم ان شاء الله يوم السبت الساعه 7 على خير، خلاص يعني شدوا حيلكم بقى عشان احنا كده كده بدانا جزء الجزء الضرب يعني الجزء التقيل كله احنا دخلنا فيه، خلاص يلا اشوفكم على خير ان شاء الله يوم السبت، السلام عليكم.